بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا الشارع المصري. النهاردة برحب بزميلي الأستاذ يحيى العدوي. أهلا أستاذ يحيى، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد والشهادة المشاهدين. منورنا النهاردة أستاذ يحيى. أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا تقرير مهم جدا وتغطية خاصة لزيارة السيد المحافظ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدينة فؤوس لتفقد ومتابعة بعض المشاريع المهمة بمدينة فؤوس. هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم، استنونا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معانا النهاردة تقرير مهم جدا من محافظة الشرقية مركز فؤوس، وطبعا دكتور ممدوح غراب كان في طبعا متابعة لبعض المشاريع المهمة بمركز فؤوس، وهي طبعا مدرسة الشهيد الطيار بكفر شويش، وأيضا افتتاح مركز شباب ميت العز، وكمان مستشفى العام بفؤوس، ومحطة معالجة المحطة وحدة الوحدة الصرف الصحي بمركز التابعة للوحدة المحلية بالروضة. فطبعا أستاذ عمر عايزين نتكلم طبعا على موضوع المتابعة، لأن طبعا الفترة اللي فاتت كانت دايما المتابعة هي الحتة اللي بتنقصنا في موضوع المشاريع المهمة طبعا على مستوى الجمهورية. انت رايك ايه في الموضوع؟ والله هو الدكتور ممدوح غاب من انشط المحافظين اللي جم محافظه الشرقيه، وبيتابع بنفسه اي انجازات في داخل المحافظه، اي مشاريع ينزل يتابعها بنفسه. ونتمنى من المسؤولين داخل جمهوريه مصر العربيه بصفه عامه يتابعوا بنفسهم المشاريع، اي مشروع او اي انجاز يتم على ارض الواقع. تمام يا استاذ زحي. طب دلوقتي هنشوف التقرير ونرجع تاني، استنونا. في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى لأي حد يحبنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كيرها، بلدي بصحيح كتر خيرنا. ولا حد غيرنا افتكرنا، شايلة همومنا على كيرنا، بلدي بصحيح
مشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم وتغطيه خاصه لزياره السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه لمدينه فاقوس لتفقد بعض المشاريع بالمدينه. سياده المحافظ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم يا فندم. اهلا وسهلا. سياده المحافظ عايزين حضرتك تكلمنا عن زياره حضرتك النهارده لمدينه فاقوس ومتابعه بعض المشروعات داخل المدينه. طبعا حضرتك عارف ان محافظه الشرقيه بيتم فيها مشروعات كبيره جدا بالذات في الصرف الصحي ومياه الشرب، يعني بأرقام تتخطى 20 مليار جنيه، فإحنا حطينا خطة للمرور عشان نتابع نسب التنفيذ، وإذا كان في معوقات ولا حاجة نشوفها بعينينا، وفي نفس الوقت قلنا إن إحنا من حق أولادنا اللي موجودين محافظة الشرقية إن هم يشوفوا حجم الإنجاز اللي بيتم داخل المحافظة في هذه المشروعات، وهو ده اللي احنا عملناه. استحبنا معنا أبنائنا شباب برلمان الشرقية عشان يشوفوا حجم المشروعات. الأسبوع اللي فات كنا في أبو كبير، النهاردة موجودين في فاقوس، إن شاء الله الأسبوع الجاي هنروح منيا القمح، وبعد كده يعني حاطين خطة إن كل المشروعات نعدي عليها، مش بس صرف صحي، صرف صحي مياه شرب، إذا كنا نعدي على مدارس، إذا كنا نعدي على مستشفيات، عشان أبنى تبطين الترع في المشروع قام تبطين الترع. يعني أنا بقول لحضرتك إحنا حبينا نتابع مشروعات وحبينا نوري أبنائنا حجم الاستثمارات والمشروعات اللي بتتم على أرض الشرقية. تمام يا فندم. سيادة المحافظ، الفترة الأخيرة دائما ما نجد حضرتك متواجد في زيارات متكررة لمركز فاقوس وباقي المراكز لمتابعة الإشراف على جميع المشروعات التي تتم داخل المدينة، مدينة فاقوس، فهل كان ينقصنا المتابعة؟ هو خليني أقول لحضرتك إن المتابعة أفضل حاجة للإنجاز، يعني انك تنزل وتشوف بعينك وتحس حجم المشكله احسن بكتير جدا من انك تقراها وانت قاعد على المكتب. هو ده اللي احنا بنعمله فعلا، زي ما الباشمهندس شاكر قال دلوقتي، قال انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، فدوت لو احنا كنا قريناه على الورق مش هنستوعبه، انما لما شفناه بعينينا على طول قلنا نشوف. بعض المشروعات عنده مشكله مع الكهرباء، نجيب شركه الكهرباء ونجيبهم ويقعدوا معانا. بعض المشروعات عنده مشكله مع الري، بنجيب الري ونقعد معانا. يعني هو الغرض منه سرعه الانتهاء من حجم المشروعات الكبيره اللي موجوده داخل محافظه الشرقيه. الدوله بتحط استثمارات كبيره ما ينفعش تتعطل، ولازم المواطن يحس بكل الخدمات اللي بتتم ليه باسرع وقت ممكن في المرحله الجايه. تمام يا فندم، اسمح لي هخرج خارج نطاق الزياره النهارده. طبعا من خلال برنامجنا الشارع المصري قناه الصحه والجماعه، عايزين نشكر حضرتك على استجابه حضرتك للسيده ساميه عبد اللطيف، وطبعا صاحبه القدرات الخاصه، وكانت استجابه سريعه، وايضا برضو الطفله سائقه التوك توك اللي كان راكبها علشان تتكسب عيشها. فطبعا حتى حضرتك احنا هنا نطلق على سيادتك او الشارع الشرقاوي المحافظ الانسان، فطبعا يعني دي تحيه خاصه طبعا. وتعالى تقول يا غني. والله هو واجبنا كده، وهم ولادنا، واللي بنقدر نعمله على طول بنعمله. هي حتى سامية كانت موجودة عندي امبارح كمان عشان كان ليها بعض الطلبات، والحمد لله نفذناها لها عشان ندعمها في المشروع بتاعها، وأنا اطمنت عليها، وإن شاء الله يا فندم اللي هنقدر نعمله تأكد حضرتك هنقدر نعمله فورا، يعني بدون أي تأخير. تمام يا فندم. طبعا ولكن هو بي سؤال صغير لحضرتك، موضوع التكاتك، هل في أي إجراءات؟ طبعا هو التكاتك دلوقتي في الوقت الحالي بنحط لها نظام تقنين بحيث ان هو ما يشتغلش الا داخل القرى. احنا ما عندناش مشكله ان هو يقنن ويرخص ويشتغل على القرى، انما ما يخشش المدن ولا يطلع على الطرق الرئيسيه للحفاظ على ارواح الناس، لان التوك توك وسيله نقل غير امنه للتحرك على الطرق السريعه وداخل المدن، وفي نفس الوقت مش عايزين يكون واحد يبقى ده مصدر رزق بتاعه واحنا نمنعه عنه، لا، لان في عدد كبير من ابنائنا واهلينا بيعيشوا على الدخل من التوك توك، فاحنا هنحطه دور تقنين
وابتدينا فعلا نعمل التجربه بتاعتنا داخل مدينه الزقازيق كمرحله اولى، وبعد كده هيتعمل في جميع عواصم المراكز داخل المحافظه، بحيث ان احنا لا نحن ناثر على البيوت اللي مفتوحه، وفي نفس الوقت لا ناثر على الخدمات وسلامه وصحه المواطنين. صحيح يا فندم، حتى لو هم لو كل مثلا كل توك توك يلتزم بالمدينه بتاعته، عشان حتى يبقى في المرور فيه يعني في مريح بالنسبه لجميع الامور يعني الموجوده في المركز يعني. واحنا مش عايزينه يبقى في المدينه، احنا عايزينه يبقى في القريه، لان المدينه نقدر نغطيها بالمواصلات الامنه، انما القرى مش هينفع يمشي فيها غير التوك توك، فاحنا موافقين عليه بس في اطار التقنين ان هو يرخص ويبقى له رخصه سواقه ويبقى له رخصه مركبه، بحيث ان احنا نقدر نتابعه ونقدر نسيطر عليه. سيادة المحافظ الف شكر لحضرتك يا فندم، منورنا النهارده ومنورنا في مركز فوس، ويعني انت شرف لمحافظه الشرقيه كلها. الف شكر يا فندم. شاكرين. الف شكر يا فندم. اعزائي المشاهدين، يسعدني اليوم الالتقاء مع اعضاء برلمان شباب فوس. اهلا بكم يا فندم. اهلا بحضرتك. اسمك كريم؟ احمد ايمن، عضو برلمان شباب مصر، ممثل عن محافظه الشرقيه. يا اهلا بيك يا فندم. واسمك كريم؟ محمود سليم، ممثل برلمان شباب مصر عن محافظه الشرقيه. يا اهلا وسهلا بيكم. طب ايه رايكم في الانجازات بتاعه فؤوس يا فندم؟ والسيادة المحافظ كل يوم بينزل فؤوس كل يومين ثلاثه، انجاز دوري شغال على طول، ايه رايكم فيه؟ طبعا الانجاز ده يحتسب مع المحافظ، ان هو طبعا حفزنا احنا شخصيا. اجتمعنا مع المحافظ من اسبوع، كان اجتماع في المحافظه ان هو عاوز الشباب والشباب ينزل يلف معاه، ان هو يشوف المشروعات اللي بتحصل على ارض الواقع مش كلام. وفعلا نزلنا معاه، نزلنا ابو كبير ونزلنا فؤوس النهارده، والمشروعات اللي تفقدناها النهارده فعلا مشروعات، يعني مشروع من اهمهم مشروع الصرف الصحي، ده كان يعني من سبع المستحيلات اللي احنا كنا نفكر نبقى فيه في الكره. استاذ محمود، كم مشروع لسياده محافظه تحمل النهارده؟ النهارده ده مشروع الرابع لحد دلوقتي، ولسه هنكمل مشروعين كمان فؤوس، بس المشروع اللي احنا فيه دلوقتي دوت من اكبر المشاريع اللي كان محافظة الشرقية وبالتحديد مركز فؤوس كانت يعني مفتقداها جدا من قرية الصوارح والأسماء. اسمع عليك، ممكن تقول لنا ايه المشاريع اللي افتتحها النهارده؟ افتتح النهارده مدرسة الشهيد في كفر شاويش، وشهيد طيار في كفر شاويش محمد شواطفي، ودلوقتي مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالصوارح هنا في فؤوس، ده بيغطي أربع كرة لحد دلوقتي، يمكن 10 كمان بالتوابع بتاعتهم لسه كمان. المشروع ده هيخلص ان شاء الله في 30/6، فمستنيين وعد السيد المحافظ لينا، وان شاء الله يتم في 30/6 وبعد كده المرحله الثانيه باذن الله. تمام. طب ايه رايك يا استاذ احمد في النهارده في مركز شباب متر العز؟ سياده المحافظه عمل جوله حلوه فيه. فعلا الاهتمام بمراكز الشباب مهم جدا، واحنا كان دورنا هنا دورنا برلمان شباب فؤوس ان احنا هنركز الفتره الجايه على مراكز الشباب اللي هي مش متاحه او مش جاهزه ان هي تستقبل الشباب والاطفال في المراكز، لان الفتره الجايه لازم يبقى فيه، وسياده الرئيس دايما مدينا دور ان هو لازم الشباب يبقى متواجد في جميع الحاجات المتخصصه في الرياضه والكلام ده. استاذ محمود، يلا معاك سيادتك، ان سياده المحافظه النهارده داخل مستشفى فؤوس وعمل جوله ميدانيه سريعه وشاف تفقد كل مستشفى، يلا معاك. جوله المستشفى كانت كويسه، لان دخل بنك الدم وتفقد وحده الفشل وحده الكلى وكده، فالحاجات دي كان في ناس كتير بتقول مثلا الحاجات مش موجوده وان الدم مش موجود في بنك الدم كده، لا كان دكتور محمود عبد العظيم شغال فعلا، وكان نازل في قريه الددمون وكان كله موجود فعلا، وكان بيقول للناس ان احنا فعلا في بنك الدم موجود فيه دم وان المستشفى شغاله كويس يعني. نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ محمود والاستاذ احمد اعضاء برلمان فؤوس، وكل سنه طيب يا فندم. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد التقرير استاذ يحيى. المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه، زي ما حضرتك شفت المحافظ احنا دايما لازم المتابعه علشان كل حاجه تستقيم، وده المطلوب والله استاذ خالد. في افضل المتابعه في افضل واقع بتنجز مهام الشغل على كلام استاذ يحيى. معانا النهارده برضو نقطه حابين نتكلم فيها، وهي كورونا. موضوع كورونا طبعا زي ما حضرتك عارف هذا الفيروس الموجه الثانيه سريع الانتشار، فطبعا الفتره الجايه والفتره يعني عايزين ايه، احنا عايزين الاجراءات الاحترازيه ناخد بالنا شويه يعني. والله بنطالب من هنا بنطالب جميع المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه، تباعد، الكمامه، غسل اليدين، تطهير الكحولات، وربنا ينجينا وينجي العالم كله من هذا الفيروس الخطير، علشان طبعا علشان حتى يعني نقدر نحافظ على نفسنا وعلى اولادنا في الفتره الجايه. ربنا ينجينا جميعا ويحافظ طبعا
على مصر كلها. يا رب. برضو معانا نقطة مهمة جدا طبعا في عيد الشرطة النهاردة، عايزين نبعت ليهم تهنئة خاصة لرجال الشرطة البواسل اللي طبعا كانت فترة عصيبة جدا كانوا شايلين البلد. يعني أنا أفتكر عن نفسي كان في وقت معين كنا نفسنا نشوف عسكري في الشارع، فطبعا دي نقطة مهمة جدا. ضباط وافراد ومجندين طيبين ومصر كلها طيبة، ومصر طيبة وجيشنا العظيم طبعا دايما دايما بخير وسلامة. برضو معانا النهاردة استاذ يحيى النهاردة تقرير مهم جدا ولكابتن ونجم كبير، هنشوف التقرير ونرجع نعلق عليه. اتفضل. مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم من داخل اكاديميه كابتن سيد حمدي وفرعها الجديد بمركز ديار بنجم شرقيه. طبعا النهارده مهرجان كبير جدا لنجم كبير، نجم طالما صال وجال في ملاعب الدوري الممتاز، وطبعا كان نجم كبير من كان راس حربه المنتخب القومي المصري. النهارده طبعا يوم جميل جدا، طبعا بنشكر كابتن سيد حمدي على الدعوه الكريمه، وطبعا بنتمنى يكون في مش اكاديميه واحده، يكون في اكاديميات كتير على مستوى الجمهوريه علشان تفرز وتفرخ لنا لاعبين ومواهب كبيره، لان طبعا مش الشرقيه بس، مصر كلها فيها مواهب مدفونه. طبعا بتتمنى وبنتمنى كلنا ان في يتم التنقيب عن هذه المواهب، وطبعا بنشكر كابتن سيد حمدي على وجوده معانا في الشرقيه وعلى طبعا يعني حضوره والتنقيب عن المواهب الكبيره والمواهب المدفونه في محافظه الشرقيه. كابتن سيد النهارده بنشكر حضرتك وعلى الدعوه الكريمه، تقول ايه طبعا في هذا اليوم؟ ربنا يخليك يا استاذ خالد، انت حضرتك مشرفنا وسعيد ان انا معاكم، وسعيد ان انا في بلد زي ديارب، مركز طبعا تابع لمحافظه الشرقيه. ربنا يخليك. محافظه الشرقيه طبعا اول ما نزلت فتحت فرع اكاديمي في الزقازيق، والحمد لله يعني هدفنا ان احنا نطور، فبدانا نفتح في ديارب النهارده الافتتاح في اول يوم. هدفنا من الاكاديميه التعليم اللاعب وتسويقه، يعني في سن معين تقدر انت تشتغل عليه كتعليم، وده بالنسبه للمولود الصغيره. بالنسبه للمولود اللي اكبر شويه بيبقى هدف الاكاديميه برضو، وهدفي ان او شغل هدف شغلي من الاكاديميات ان انا اطلع اقدر اساعد لعيب في ان انا اقدر اسوقه في القاهره. اللعيب يبقى محتاج ان انت تمرنه وتشوفه كويس، وبعدين تقدر تنقله للمكان اللي هو ممكن يصعب عليه ان هو يروح يختبر او ما بقاش عنده فرصه. معروف الموضوع، اللعيبه بيبقى في مشكله في الاختبارات ان هو بيتشاف وبيتظلم في الاختبارات يعني. فاحنا هدفنا ان شاء الله من خلال فرعنا الثاني ان شاء الله في الزقازيق في الشرقيه نبقى هدف ده بتاعنا التسويق باذن الله ان شاء الله. يعني كابتن مش يعني مش 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 تدريب وخلاص، لا تسويق كمان، يعني اللعيب يعني بعد فتره ما يكون جاهز ومستعد انه يروح اي نادي. حضرتك طبعا انت ده طبعا بتبقى مسؤوليه حضرتك طبعا يعني. بالظبط. انا كان عادي مع اهلي ديار او يعني الشرقيه بشكل عام، لما فتحت الفروع كان هدفي او اعادي معاهم اول يوم، قلت لهم احنا جايبين جهاز فني كابتن طارق طبعا، ومعاه مدربين على اعلى مستوى، مدربين يعني بيلعب يعني مرنوا في درجه، فيعني هدفهم بجانب ان هم شركاء معايا في الاكاديميه، لكن هم جهاز فني قدير ان هو يقدر يساعدني في تنقيه اللعيبه. تمام يا كابتن. كابتن سيد حمدي طبعا احنا بنشكرك على الدعوه الكريمه، ومعانا مشجع مهم جدا بحب يعني بيعشق حاجه اسمها السيد حمدي، هو حابب يتصور معاك وحابب يتكلم معاك، فطبعا ايه هنستدعيه. معنا طبعا المشجع محب للكابتن سيد حمدي وهو حابب يعني يتكلم معاه ويسلم عليه. يعني كابتن حسيني، عايز تقولي للكابتن سيد النهارده، انت شفته كتير في الملاعب وشفت يعني من زمان يا كابتن سيد، والاهلي ده طبعا من انا اول من مسجلين الاهلي وبحب النادي الاهلي، بس الكابتن سيد ده حبيبي من زمان. سعيد انت النهارده بوجود الكابتن سيد معانا. سعيد شفته والله، حبيبي شرف ليا وكونك مشجع النادي الاهلي ده حاجه كبيره في راسي النهارده والله العظيم. ربنا يخليك، ده اهل ديارب فوق دماغي، ونادي والشرقيه طبعا لان انا فاتح فرع في الزقازيق، فعلى طول متواجد في محافظه الشرقيه. شرف ليا، وان شاء الله يبقى مزيد من الفروع باذن الله عشان نقدر
عدد كافي ان شاء الله نقدر نسوق باذن الله. كابتن خالد يعني وقفت علينا فرح هناك في ناحيه فوز هناك في دمون ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن سيد مش هيتاخر عن الاهلي الشرقيه في اي مكان، وان شاء الله يعني ايه الفتره القادمه هتشوف يعني فروع الكابتن سيد على مستوى مصر كلها. اعزائي المشاهدين طبعا بنشكر كابتن سيد على الدعوه الكريمه والحضور الجميل، وسعيد جدا 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 بوجودي معاه النهارده، وطبعا بنتمنى افتتاح فروع الكابتن سيد على مستوى الجمهوريه كلها، علشان احنا محتاجين نجوم كبار تكون متواجده في المراكز والقرى، علشان النجم الكبير غير اي حد، لان احنا لما نجيب واحد معلش من اي مكان مش دارس مش فاهم ما لعبش للربح وخلاص للماده وخلاص، الكلام ده مش هينفع. احنا عايزين نجوم كبار تدير اللعبه وتدير طبعا تطلع النشأ، علشان لما 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 يطلع النشأ بيطلع متاسس عارف النجم الكبير بيعمل ايه، انما طبعا مش اي حد، ومش اي حد يعمل اكاديميه، ومش اي حد مش يعني هي مش ربح وخلاص يعني. فطبعا بنشكر كابتن سيد حمدي النهارده على اللقاء الجميل، وطبعا بنشكره الف شكر جدا 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 على الاستقبال الرائع. كابتن سيد بشكرك جدا جدا النهارده، وانا يعني سعيد بوجودي معاك النهارده، والف شكر الف شكر. ربنا يخليك يا استاذ خالد، مشرفنا، وان شاء الله تبقى يعني مش الزياره الاولى، تبقى يعني ايه تزورنا ان شاء الله في الفرع الثاني باذن الله وتنورنا باذن الله. كابتن ان شاء الله رب العالمين معاك على طول طبعا، وفرصه سعيده جدا، وان شاء الله وراك وفي ظهرك، علشان احنا محتاجين نجوم كبار تدير اللعبه مش اي حد. اعزائي المشاهدين دي كان لقائنا مع الكابتن سيد حمدي من اكاديميه ديار بنجم في الفرع الجديد في ديار بنجم، وان شاء الله رب العالمين في لقاءات اخرى مع نجوم كبار. استاذ حمدي زميلي يحيى طبعا كابتن كبير، لعب محترم، لعب كتير للنادي الاهلي، قاعد على الدكه ما بيتكلمش، بينزل بيعمل اعلى مستوى، نجم محترم، لعيب كبير. يحيى معانا النهارده طبعا الاهلي وكاس العالم للانديه. ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله يوم 4/2 مباراته مع الدحيل القطري، وربنا يوفقه لان الاهلي بشرف مصر، يا ريت كلنا نشجع الاهلي، وربنا يوفق الاهلي ولاعيبه الاهلي، ونتمنى ان هم يصعدوا الادوار النهائيه ان شاء الله رب العالمين. الاهلي فرقه كبيره طبعا مش اول مره، وبس احنا عايزين طبعا جميع مشجعين مصر وجمهور مصر كله خلف النادي الاهلي، يا جماعه احنا بنشجع نادي بنلعب باسم مصر. النادي الاهلي فرقه كبيره، وطبعا احنا بنهنيه على وصوله لكاس العالم للانديه ويحقق مركز كبير ان شاء الله رب العالمين. احنا مصر كلها النهارده يعتبر الاهلي، ده ما فيش اهلي وزمالك النهارده، الاهلي هو مصر يعني مصر. فان شاء الله رب العالمين بنتمنى ليهم التوفيق في البطوله، ويحققوا مركز يشرف مصر. كان اخر مره كان طبعا كنا واخد المركز الثالث البرونزيه، المره دي ان شاء الله رب العالمين نقابل الدحيل وان شاء الله نكسب، وبعده بعد الدحيل ان شاء الله يعني نقابل البايرن وان شاء الله رب العالمين هنكسبهم برضه، وهنلعب على النهائي وان شاء الله تكون البطوله من حظ الفريق المصري النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. زميلي يحيى النهارده دلوقتي كده حلقتنا انتهت، ان شاء الله الاسبوع الجاي انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.